أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الصادرة في المواقع والصحف الإخبارية لهذا اليوم. من المواقع المحلية، الحوثيون في الجوف يجبرون المدنيين على ترك سياراتهم والنزوح سيرا على الأقدام. مجلة أمريكية، إدارة ترامب غاضبة لأن الكثير من المساعدات تصل إلى المتمردين. وفي أخبارنا المنوعة، بسبب كورونا شركة الطيران توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها. أهلا بكم. لا تزال محافظة مأرب تستقبل مئات النازحين، ما يفاقم من الأوضاع ويشكل عبئا على السلطات المحلية والمنظمات الدولية في احتواء عشرات الآلاف من النازحين وتوفير احتياجاتهم، كما صرح مسؤولون في السلطات المحلية في مأرب لوسائل إعلام محلية وعنوان موقع المشاهد نت. ما الذي يحدث في مدينة الحزم بمحافظة الجوف بعد سيطرة جماعة الحوثي؟ يؤكد شهود عيان للمشاهد أن جماعة الحوثي بعد سيطرتها على مدينة الحزم قامت بحملة اعتقالات لمئات المدنيين الذين لم يتسنى لهم النزوح إلى محافظة مأرب. اليوم الذي أعقب سيطرة الحوثيين على عاصمة محافظة الجوف شهد انتهاكات إنسانية مروعة، ابتداء باقتحام المنازل ونهب الممتلكات وصولا إلى منع النازحين من التحرك بالمركبات، وهو ما جعلهم يضطرون للفرار سيرا على الأقدام. ويرى مراقبون أنه لا توجد مؤشرات جادة على أن القوات الحكومية على استعداد لاستعادة السيطرة على مدينة الحزم، لا سيما بعد توغل الحوثيين في مساحات جغرافية جديدة شمال المدينة والسيطرة على معظم جغرافيا الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية. قالت مصادر حقوقية في محافظة الجوف إن ميليشيا الحوثي الانقلابية داهمت ونهبت عشرات المنازل في مركز المحافظة الحزم وعنوان موقع الصحوة نت. ميليشيا الحوثي تداهم وتنهب 48 منزلا في الجوف وتحرم آلاف الطلاب من التعليم. أكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي حرمت 29,500 طالب وطالبة من الدراسة عقب تعطيل المدارس وكلية التربية والعلوم الإنسانية. وذكرت المصادر أن الميليشيا حرمت 600,000 مستفيد من الخدمات الطبية التي كان يقدمها مستشفى الحزم العام، التي نهبت الميليشيا مخازنه وقامت بتعطيل أجهزته. ودعت المنظمات إلى إغاثة آلاف الأسر النازحة من الجوف والتي قالت أنها تعيش وضعا إنسانيا غير مسبوق. فكرية شحر كتبت عن خطورة أن تصل قوات ميليشيا الحوثي إلى مأرب، وأضافت في مقال تنشره بلقيس: عويل النساء والأطفال عند اجتياح الحوثيين بجحافلهم وحرائقهم للمدن والقرى لا يصل أبعد من قلوبنا نحن اليمنيين، فكيف نتخيل سقوط آخر معاقل الأمان والحرية للجمهورية؟ الناس الذين أمنوا على أموالهم واستثماراتهم دون ضرائب أو جباية فقاموا بكل تلك النهضة العمرانية في مأرب، أين سيذهبون بكل ما بنوه؟ سقوط مأرب لم يعد مستبعداً، ويجب أن نفكر في أبعاد سقوطها كما يراد لها. فالنازحون من كل مناطق الصراع ومن رفض العيش في ظل الكهنوت الحوثي لم يكن أمامهم سوى محافظتي الجوف ومأرب يلتجئون إليهما، وفي حال سقوط مأرب كيف سيكون الحال؟ إذا أخذها الحوثي فالذين سيهربون قلة، ومن يبقى ستكتظ بهم المعتقلات وتطالهم المجازر الجماعية، ستفجر المنازل بالعشرات وتسرق ثروات البلد من نفط وغاز، وستكون فاجعة لا توصف. يجب أن يضع الجميع نصب أعينهم أن مأرب هي السفينة الأخيرة للناجين، وينبغي الاستماتة في حمايتها ليس في الدفاع فقط وإنما الهجوم. ينبغي أن يعرف الأحرار أنهم ضحايا هذا الوضع الغريب، أولئك الذين رفضوا الاستكانة للإمامة والبقاء مكرهين تحت حكمها، ينعمون بأمان العبودية والجهل والقناعة أن الحكم للسلالة فقط. أما الذين يتقلبون في أفكارهم فلا قلق عليهم،
سيضعون أيديهم في يد الحوثي ويقبلونه سيدا لهم، فلا فرق بين سيد وآخر بالنسبة لهم، ولن يحدث لهم ما يتمنون من الشراكة. فالحوثي جل خلافنا معه أنه لا يقبل أحدا سوى نفسه، بل يرى نفسه سيدا للجميع بأمر إلهي. حماية اليمنيين هي مسؤولية اليمنيين أنفسهم وليس غيرهم. عليهم ألا يرتكنوا للتحالف، فقد عرفت حساباته الخاصة في هذه الحرب، كما أن عليهم ألا يعولوا على قيادة الشرعية أو الأحزاب، فهي تعمل تحت ضغط دولي وحسابات البقاء والمصلحة والارتزاق. نفذت ميليشيا الحوثي حملة اقتحامات لمنازل عدد من البرلمانيين الموالين للشرعية في العاصمة صنعاء تمهيدا لمصادرتها. وعنوان موقع قناة بلقيس: الحوثيون يقتحمون منازل أعضاء بمجلس النواب ويمهلون عوائلهم يوما واحدا للإخلاء. قال مصدر برلماني إن الميليشيا بدأت بتنفيذ حكم المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين الذي يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال 35 برلمانيا وإعدامهم تعزيرا. أوضح المصدر أن عناصر نسائية مسلحة معروفة بالزينبيات اقتحمن عددا من المنازل وأمهلن العائلات يوما واحدا لمغادرتها. ويأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من صدور حكم قضائي في صنعاء بالإعدام تعزيرا ومصادرة الأموال والممتلكات في حق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع دول التحالف. وقالت زوجة أحد أعضاء مجلس النواب إن الحوثيين قاموا بحصر وتصوير كل محتويات المنزل من الملعقة إلى أثاث غرفة النوم، وأمهلوا الأسرة مغادرة البيت خلال ساعات. بينما تفتقر الأغنية اليمنية للدراسات الموسيقية الدقيقة، تسخر باحثة تونسية جل وقتها للبحث والتنقيب في تفاصيلها ولا تأل جهدا في التعريف بها في أي مهرجان أو حفل غنائي تقيمه، مؤكدة أن الأغنية الخليجية ما هي إلا امتداد للأغنية اليمنية. وعنوان موقع أنسوم: مهر الهمامي باحثة تونسية في الأغنية الصنعانية. يمني يا مهر يمني، هكذا هتفت الأصوات التونسية أثناء مهرجان ريحان الرمضاني في الجمعية الرشيدية للموسيقى بتونس عام 2017، تطالب مهر أن تغني يمني، رغم أن المهرجان كان مخصصا للمألوف التونسي. يقول أسامة أحد الطلاب اليمنيين الذين كانوا متواجدين في الحفل الرمضاني للبوابة اليمنية لصحافة الإنسانية أنسوم: لأول مرة أشعر بالامتنان وأن التونسيين معجبون بالأغنية اليمنية. لقد فعلت مهر الذي لم نفعله نحن اليمنيون تجاه الموسيقى الخاصة بنا. استطاعت الفنانة التونسية الشابة وأستاذة الموسيقى مهر الهمام المولودة في 13 ديسمبر 1991 في مدينة باجة شمال غرب تونس أن تصبغ ذائقة جمهورها التونسي وتقنعهم بجمال الأغنية اليمنية التي لطالما عرفت لديهم بأنها أغنية خليجية. قالت الفنانة: أحييت عدة احتفالات حضرت فيها الأغنية اليمنية، خصوصا حفل طيوب يمنية وقصة عشق وريحانة. تقول أستاذة الموسيقى الشابة للموقع عقب التحاقي بالمعهد: بدأت أقرأ وأبحث في اليوتيوب فوجدت أبو بكر سالم وتعرفت على المحضار حينها. أدركت الواقع الخاص والمميز للأغنية اليمنية، وأدركت أن الكثير من الأغاني التي ارتبطت بذاكرتنا باعتبارها أغاني خليجية لم تكن أغاني خليجية، بل كانت أغاني يمنية خالصة. القدرة على التماسك. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في عدن الغد: أسوأ من خسارة المعركة هو خسران القدرة على التماسك في اللحظة التي يتعين عليه فيها أن يستوعب قيمة التضحيات التي قدمها، وأن يحترم قراره بالتصدي والمقاومة واستعادة الدولة المنهوبة. التدافع نحو تبادل الاتهامات عند كل انكسار هو مظهر لهشاشة الموقف تجاه خطورة اللحظة التي إن استطاع فيها الخصم أن يحول الانكسار في ميدان المعركة
إلى انكسار معنوي شامل، فإنه يكون قد زرع الهزيمة في المكان الذي تتناسل منه بعد ذلك الانكسارات والهزائم. إنه المكان الذي يستحضر فيه المقاوم على كافة الأصعدة الإجابة الصحيحة للسؤال لماذا يقاوم؟ مهما كانت قساوة اللحظة، فإن هذا هو المكان الذي لا يجب أن يرتبك أو يشوش. علينا أن ندرك حجم التعقيدات التي ورط فيها الانقلابيون اليمن، وهم لذلك منسجمون مع منهج التدمير الذي لا يعني لهم فيه الوطن شيئاً أكثر من كونه جغرافيا مفتوحة للقتال والتدمير وسفك الدماء. إن مقاومة هذا المنهج ورفضه لابد أن يبدأ من المكان الصحيح الذي أشرنا إليه، والذي تصبح معه ميادين المعركة هي القوة المادية المجسدة لهذه المقاومة ولهذا الرفض. كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن البيت الأبيض يخوض حملة ضغط على الأمم المتحدة لتقليص عمليات المساعدات الحيوية في اليمن، حيث يسعى الحوثيون إلى مزيد من السيطرة على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. إدارة ترامب غاضبة لأن الكثير من المساعدات تصل إلى أيدي المتمردين الحوثيين. قال تقرير المجلة الذي ترجمه موقع يمن مونيتور إن البيت الأبيض يخوض حملة ضغط على الأمم المتحدة لتقليص عمليات المساعدات الحيوية في اليمن، حيث يسعى الحوثيون إلى مزيد من السيطرة على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. وحسب تقرير المجلة، فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم السفر إلى مقر الأمم المتحدة في 6 مارس في زيارة غير معلنة لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحيث يثير بومبيو مخاوف بشأن ما يراه مسعى الأمم المتحدة البطيء لتجميد شحنات المساعدات لمواجهة استمرار الحوثي بالعرقلة والاستيلاء على الإغاثة المنقذة للحياة. تقول المجلة الأمريكية أنه من المتوقع أن يفرد بومبيو لقاء خاصا مع منسق الإغاثة التابع للأمم المتحدة مارك لوكوك لمقاومته النداءات الأمريكية باتباع نهج أكثر حزما بتعليق المزيد من برامج الإغاثة في اليمن. قالت المجلة أثارت الإجراءات الحوثية لنهب المساعدات غضب الدول المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة والمؤسسات الخيرية. أضافت أن المانحين ومسؤولي الإغاثة اتهموا الحوثيين بالسعي لانتهاك قواعد المساعدات الإنسانية بقيام الجماعة المسلحة بتحويل المساعدات كأداة في الصراع لكسب المال وتوفير معاملة تفضيلية للسكان التابعين للجماعة بحصر المساعدة عليهم. أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية متحدثا عن ميليشيا الحوثي، لقد فعلوا أيضا أشياء مثل مضايقة الموظفين التنفيذيين وتعذيبهم وتحويل المساعدات إلى الجماعات والمناطق المولية لهم. وقال المسؤول بوزارة الخارجية لا يمكن لمعظم الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة السماح باستخدام أموالها بهذه الطريقة. نحو بناء جبهة عربية للتنوير، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا. تشكلت وتطورت مبادئ التنوير وقيمته في أوروبا القرن 18، وبرزت بوضوح في فرنسا وألمانيا، وكانت إرهاصاتها الأولى قد ظهرت في بريطانيا، وقد تواصل انتشارها واتساعها في جهات أخرى ابتداء من القرن 19. نشأت حركة التنوير في الفلسفة، واتخذت منذ بداية تشكلها على أيدي الموسوعيين من الكتاب والفلاسفة في فرنسا شكل الفعالية الاجتماعية الهادفة إلى مواجهة مجموعة من القيم والخيارات الدينية والفلسفية، وعكست في نصوصها ما يعبر عن أنماط من المجابهة بين أنماط من الوعي الجديد الرافض تقاليد وطقوسا دينية. الأمر الذي لا ينبغي التراجع عنه أو التفريط فيه عربيا هو أن نتخلى تحت أي ضغط أو إكراه تاريخي أو نظري عن مواصلة العمل من أجل بناء قيم التنوير والحداثة وإعادة بنائها باستمرار من دون كلل في حاضرنا المفتوح على أزمنة مضت وأخرى مقبلة. تساعدنا جبهة التنوير على إيقاف مسلسلات التراجع والانكفاء
التي تعاين بوضوح صور انتشارها المخيف في مجتمعاتنا وفي وسائط الاتصال الشائعة في عالمنا الافتراضي، جبهة يمكن أن تشكل ذراعاً أمامياً لمواجهة صور الانحدار الثقافي الحاصل في الثقافة العربية منذ عقود، وذلك بفعل اتساع تيارات الفكر النصي المحافظ وتناميها وانقطاع بل وتوقف وتيرة مغامرة الاجتهاد والإبداع في فكرنا. لا نتحدث عن نموذج جاهز في التنوير بأسهلته ومعاركه، ذلك أن التنوير إبداع يجسد تاريخ من المواجهات والمجابهات والمعارك. وإذا كان الانفجار السياسي العربي الحاصل منذ سنة 2011 قد أفرز مشهداً جديداً في واقعنا الثقافي والسياسي، واكتشف الجميع بالملموس أن التغيير المنشود في مجتمعاتنا لا يكون فقط بإسقاط النظم الاستبدادية الفاسدة، بل يتطلب رؤية شاملة لمختلف زوايا النهوض والتنمية، رؤية تشكل الخيارات الثقافية والاجتماعية في مختلف تجلياتها رافعة من روافعها الأساس. الغارديان نشرت مقالاً للكاتب المختص بالشؤون العلمية والصحية ستيفن بوراني بعنوان كيف تجعل أرباح مكافحة فيروس كورونا أكثر صعوبة. يقول بوراني يبدو أن فيروس كورونا مستمر معنا لفترة طويلة رغم الجهود غير المسبوقة لمواجهته وعزل أكثر من 50 مليون شخص. حالات الإصابة تزايدت بشكل سريع خلال الأسابيع الماضية، حيث يوجد الآن أكثر من 8000 حالة إصابة في عدة دول غير الصين. تضيف الصحيفة الأخبار السارة أتت من الولايات المتحدة بإعلان المعهد القومي الأمريكي لمكافحة الأمراض والعدوى أنه تلقى بالفعل أول مصل محتمل للفيروس، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية له مطلع الشهر المقبل، حيث اعتبر أنتوني فوتشي مدير المعهد أن فترة 3 أشهر فقط بين اكتشاف المصل وبدء التجارب العملية له تعتبر فترة قياسية جديدة. يشير بوراني إلى أن هذا المصل كما هو الحال مع العديد من العقاقير الواعدة المحتملة لا ينتظر أن يجد طريقه إلى أيدي المستهلكين قريبا بسبب نقص الاهتمام من الشركات التي تتحكم بسوق المنتجات والعقاقير الطبية في العالم. ويرجع بوراني ذلك إلى أن هذه العملية مكلفة بشكل كبير وقد تمتد لعدة سنوات في بعض الأحيان، كما أن هذه الشركات قامت بتوحيد حقوق الملكية الفكرية وربطها بعمليات الإنتاج الضخم، وهو ما يحلو للمحللين تسميته باحتكار القلة. أعلنت شركة لوفتهانزا أكبر شركة طيران ألمانية أنها تعتزم وقف تشغيل العشرات من طائراتها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، ويعنون موقع الدي دبليو. لوفتهانزا الألمانية توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها. قال الموقع إن الطائرات التي يسري عليها هذا الإجراء تمثل قيمة محسوبة بالنسبة لمجموعة لوفتهانزا كلها التي تمتلك أكثر من 750 طائرة. قال متحدث الشركة أن هناك بعض الطائرات الموجودة بالفعل حاليا على الأرض لأسباب تتضمن صيانة مبكرة، وقال إن الأسابيع المقبلة ستشهد تعليق عمل مزيد من الطائرات. وكانت الشركة طلبت الأسبوع الماضي من العاملين الزائدين عن الحاجة التقدم للحصول على إجازة غير مدفوعة أو العمل بدوام جزئي، وقال أن المحادثات جارية في هذا الشأن مع الممثلين عن العاملين في الشركة، كما فرضت لوفتهانزا برنامج تقشف شامل بسبب تداعيات انتشار كورونا على أعداد الركاب على مستوى العالم. تداعيات انتشار الفيروس على الرحلات الجوية إلى الصين اعتبارا من يناير كفيلة بأن تصبح أضعف نسبة نمو منذ نحو 10 أعوام. الأحداث من خلال الصور التي وثقها مصورو صحيفة الغارديان من مناطق مختلفة حول العالم نتابعها في جولتنا المصورة.
عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.